سنزيد تدخلنا في القارة الإفريقية. هكذا أعلنها صريحة سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي ومن العاصمة المالية باماكو أثناء مؤتمر صحفي مع نظير المالي عبدالله ديوب في فبراير عام 2023. عشان نفهم أهمية إفريقيا عند روسيا خلونا نستعرض المعلومة دي. في 2016 كانت روسيا تحتل المركز السادس بعد الصين في احتياطيات الذهب بالعالم باحتياطي مخزون قدره 1823.3 طن، وفي آخر 2023 احتلت المركز الخامس باحتياطي قدره 2333 طن، وجات بعد فرنسا اللي على مدار أعوام بتشغل المركز الرابع عند احتياطي قدره 2437 طن، وده حصل بعد ما خرجت فرنسا من عدد من دول غرب إفريقيا واحتلت مكانها روسيا تتقدمها شركة فاجنر بمرتزقيها، واللي اعتادت على مدار العقد الأخير إنها تمهد الطريق أمام روسيا لدخول مجموعة دول إفريقية والاستيلاء على ثرواتها الطبيعية، وعلى رأس هذه الدول دولة مالي وفي القلب منها إقليم أزوات، واللي هنفسر دلوقتي السر وراء الحرب على شعبه من طوارق وعرب وسنغاي وفلان أيا كانت عرقيتهم، لأن الموضوع عند روسيا أو فرنسا من قبلها مش حرب عرقية بيساندوا فيها النظام المالي، لا دي حرب موارد، ودي هتكون طبيعة الحروب الجاية في أي منطقة. من يسيطر على الموارد سواء كانت حروب مياه أو ثروات تعدينية؟ شركة مرتزقة فاجنر الروسية تسيطر الآن على عدد من مناجم الذهب في إقليم أزواد، منها منجم انتهكا بولاية غاو ومنجم أبينكو، وتخوض حربها الشرسة للسيطرة على بقية المناجم الكبيرة واللي بيصل عددها لسبع مناجم أو أكتر. ولما سيطرت مجموعة فاجنر على منجم انتهكا سيطرت عليه تحت تهديد السلاح لحركة الدفاع الذاتي لطوارق إمغاد واللي كانت بتتحكم في المنجم، واللي أعطوهم الفاجنر 24 ساعة مهلة للرحيل بعد وصول تعزيزات عسكرية للفاجنر منها طائرات وكل جنود ومرتزقة. لكن خلينا نقول إن سر حرب إقليم أزواد دلوقت لا يكمن فقط في الذهب، بل إن الإقليم متخم بالموارد الطبيعية واللي حالة الحرب الدائرة فيه ضد شعبه منذ 6 عقود دون استغلال الموارد دي، فأصبحت أرض الأزواد ما هي إلا بئر مغلق مليء بالكنوز. تعد منطقة أزواد والتي تشمل ولايات كيدال، غاو، تومبوكتو وحوتو ديني من أغنى المناطق في غرب إفريقيا من حيث الموارد الطبيعية، ويتنوع هذا الثراء بين المعادن الثمينة مثل الذهب واليورانيوم إلى مصادر الطاقة كالنفط والغاز. ويعد اليورانيوم المورد الاستراتيجي غير المستغل، حيث يوجد بكميات كبيرة في منطقتي سميد شمال شرق غاو وتنبيهانو في ولاية كيدال، ولا يزال استغلال اليورانيوم في أزواد في مراحله الأولية، لأن الموضوع ده بيتطلب تطوير كبير للبنية التحتية وتكنولوجيا متقدمة لاستخراجه بطريقة آمنة ومسؤولة. أما بالنسبة للنفط والغاز الموجودين في الحوض الواعد في توديني، ويعتبر هذا الحوض من أكبر الأحواض النفطية في شمال غرب إفريقيا ويمتد عبر عدة دول، مما يعزز من الأهمية الجيوستراتيجية للمنطقة. وأخيراً الملح والفوسفات والماس، بالإضافة إلى الذهب واليورانيوم والنفط تمتلك أزواد مواد طبيعية أخرى ذات أهمية اقتصادية هائلة، ويعد الملح الصخري من أقدم الموارد المستغلة في المنطقة حيث كان سلعة رئيسية في التجارة عبر الصحراء منذ القرن الثامن، ولا يزال يستخرج من منجم الملح في تودني. تقدر الاحتياطات الحالية من الملح الصخري بحوالي 53 مليون طن. الفوسفات أيضاً يعد من الموارد الهامة في أزواد، وتوجد منه رواسب كبيرة في وادي التلمسي شمال بوريم بولاية غاو، وتقدر احتياطيات الفوسفات بحوالي 20 مليون طن. بسبب وكشفت بعض التحقيقات الاستقصائية عن استيلاء روسيا على فوسفات سوريا خلال الأعوام الماضية. أما الماس فرغم وجوده بكميات ضئيلة في منطقة أدرار في كيدال إلا أنه لا يوجد استغلال تجاري نهائياً حالياً لهذه الرواسب، ومع ذلك فإن الإمكانيات الكامنة لهذا المورد قد تكون كبيرة جداً في المستقبل. يعني الخلاصة كده إن إقليم أزواد زي ما كان هو مغارة مغلقة مليئة بالكنوز تحلم فرنسا بالاستيلاء عليها على مدار أكثر من قرن من الزمان، أصبح هو نفسه مغارة علي بابا التي تضع روسيا قدمها به الآن لتحفن من كنوزه ولو على جثث شعبه من الأزوات.